فيما بعد البزنس سكريبت واحد. سكريبت واحد. سكريبت واحد أعتقد هو الأحداث الكبيرة اللي حصلت في قناة الواقع. أول شيء نبدأ من فكرة سكريبت. من صاحب فكرة سكريبت؟ فكرة سكريبت جاني علي بالروية وقال ودنا. طبعاً علي اشتغل في قنوات كثيرة وكذا. وأنا لي تجربة في الإعلام وعرف شو البرامج اللي تنجح ويرغبها الجمهور وتنافس بها وعرف شو البرامج اللي فكان كل شوية رب علي فكرة مثلا تقارير مثلا قد قال مسرح أشياء هي تعبي بها القنوات محتواها لكن في قناة الواقع ما تجي رئيسية بل أنك إذا طلعت من تخصصك اللي هي الواقع ودخلت فيها بتدخل في متاهات مع قنوات أقوى منك وأقدم وبتضيع لكن تشتغل في تخصصك بيكون لك نجاح ممكن تحول الفكرة على تخصصك على واقع على كذا يمشي الحال فجاء علي بالروية قال ودنا نسوي مسرح قلت لا تعال مسرح فكرة حلوة لكن بنخليها كيف نبلورها كيف نبلورها عشان تخدم برامج الواقعية جلست أنا وأباضة ذيك الأيام والشباب ومحمد عيسى ووصلنا إلى طورتنا الفكرة وعرضتها عليهم وصلنا إلى أنها تكون تقييم على المسرح جميل. كان اسم البرنامج البداية The Stage ناصر الحربي قال الظاهر لها شبيهة وكذا نبغى سكريبت قلنا أبشر كمسمى يعني سماه هذا الاسم طرحه ناصر الحربي الفكرة كانت فكرتي أنا جميل من عمل